امبارح بالليل الساعة 12 كنا نايمين، ما حسينا الا صوت الصاروخ نزل عنا بعيد شي 50 متر، فطلعنا الحمد لله كانت على سلام اول ضربة. طلعنا الكل طلع العالم، هون في يعني اربع شقق في شي يعني 50 شخص، فطلعت العالم ورجع نفذ التنفيذ الثاني. وكان والدي هون متأخر ما قدر يطلع، عمره 75 سنة، فأجت الضربة عليه واستشهد، الله يتقبله.